أكيد تابعت حالة الجدل موجودة على السوشيال ميديا بعد انتشار تلك الصورة لأحد مشجعي نادي الزمالك وهو يتبرع بمبلغ وقيمته 500,000 جنيه، وكان حديث للصفحات الإخبارية وسبب حالة من الجدل والاستنكار لدى فئة كبيرة من الجماهير. طبعا احنا لو هنتكلم برضو على النادي الأهلي، يعني الأمر ينطبق على الأهلي والزمالك. عموما تعليق حضرتك ايه على الموضوع ده؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد، فخلينا نقول بس في البداية أستاذ علاء إن نجيب على سؤال آخر، ألا وهو بعض الناس بيقول لك هم الناس اللي لهم علاقة بالدين والفتوى والكلام ده، إيه دخلهم في موضوع الرياضة والكلام ده؟ هذا شيء قد أثير بسبب فتوى الدكتور كريمة وبعض المنتسبين إلى الأزهر الشريف في الفترة. فقبل ما إحنا نعلق على هذا الواقع، عايز أقول للناس أن الإسلام كدين وكشرع ضبط تصرفات الناس جميعا، ضبط التصرفات الخاصة بحياتهم والخاصة برياضتهم والخاصة ببيعهم وشرائهم. فالإسلام أو الدين لا، الإسلام لا يترك صغيرة ولا كبيرة في حياة الإنسان إلا ويكون له حكمه وله توجيهه وله تعليقه. فإحنا بنتكلم من ناحية أن هذا التصرف، هل هذا التصرف جائز شرعا؟ هل هذا التصرف عليه ثواب؟ هل هذا التصرف حرام؟ هل هذا التصرف ينبغي أو لا ينبغي؟ إحنا تعليقنا من هذا الجانب. ثانيا أستاذ علاء، ليست صورة هذا الإيصال اللي هو بنصف مليون جنيه فقط، ولكن حضرتك تعلم أن نادي كبير بحجم نادي الزمالك أو نادي الأهلي أو النوادي المعروفة عالميا في كرة القدم لها ألتراس ولها متابعين ومشجعين يستطيعون بالفعل ان هم يعني عدوا اي ازمة مالية يعني كمثل التي تمر بها الذي يمر بها نادي الزمالك. وليس نادي الزمالك بدعا في قضية جمع التبرعات، هذه حدثت في يعني نوادي عربية ونوادي أوروبية، واخواننا الذين يعني اصحاب الثقافة الكروية يعلمون ذلك. نعم. لكن التعليق الآن تعليق على الواقع اللي احنا شايفينه، يعني هو مجرد توصيف أو حكم على الواقع. الواقع اللي بيؤيد بالفعل فتوى الدكتور كريمة بأن هذا الأمر لا ينبغي أصلا أن يفكر فيه إنسان يعني يبتغي الثواب من المال الذي وضعه الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. احنا لسنا ضد الرياضة أستاذ علاء، ولسنا ضد إنشاء نوادي رياضية أستاذ علاء، بالعكس احنا كمسلمين بنقول أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الرياضة وحث على الإسلام حينما جاء لحفظ الجسد. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل شيء ليس فيه ذكر الله سبحانه وتعالى لهو إلا مداعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشي الرجل بين الفرسين وتعليم أو تعلم السباحة، وكثير من الأحاديث المشهورة في هذا الأمر. ليس ضد نسنا ضد الرياضة، لكن تعليق يا أستاذ علاء أن المشكلة أو المصيبة التي وصلنا إليها في تعاملنا مع الرياضة هي حاجتين. الشيء الأول أن الرياضة التي كان من المفترض أن تكون مجرد جزء من ثقافة الإنسان أصبحت هي الثقافة الوحيدة، أو هي يعني تحولت الرياضة إلى ثقافة، بل مصدر ثقافة موحد عند ملايين من الناس. ده رقم واحد. هذا ليس تفكير إنسان يعني، بل ينبغي أن يكون تفكير الإنسان بصورة أخروية أفضل من هذا، أنه يستخدم دنياه لآخرته وأنه يأخذ من دنياه بقدر لا يعدو أن تكون الثقافة النافعة. الثقافة النافعة هي المسيطرة على ثقافته، سواء كانت ثقافة دنيوية، ثقافة علمية، ثقافة مجتمعية أو ثقافة دينية أخروية. ده الشيء الأول، تحول الرياضة إلى إيه؟ إلى ثقافة مسيطرة على ملايين من الناس. ده رقم واحد. رقم اثنين، الأخلاقيات الموجودة الآن، هل وجود النوادي الكروية الموجودة الآن ساعد على بث روح أخلاقية جيدة؟ إحنا عندما يسقط نادي من النوادي سنخسر مجموعة من المبادئ والأخلاقيات ولا لا؟ أنا ماليش دعوة الرياضة بتحث على إيه، لكن أنا بتكلم عن الواقع. نعم. الواقع الآن للأسف لما بقى أنظر إلى المشجعين والمتابعين والألترس لكل نادي، بأجد ثقافة كبيرة جداً من ثقافة التعصب المذموم، ثقافة السب والشتم، أخلاقيات إذا سقط نادي من النوادي التي
يعني يكثر بسببها هذا اللغط او هذه الاخلاقيات لن تكون هناك كارثه في المجتمع. هذا من ناحيه الواقع الرياضي او واقع الانتماء الرياضي الموجود حاليا، انه هو للاسف واقع لا يبث فيه الا التعصب والتعصب المذموم والسيطره الثقافه الرياضيه التي طغت على الثقافات النافعه الاخرى. طيب عاوز اقول للناس اللي هي بتتبرع بمثل هذه المبالغ، انت احنا ليه اللغط اللي حصل ده؟ علشان الناس المتبرعين بيظن بعض منهم انه لم يرتكب لا حرام، واذا ما ارتكبش حرام فبعضهم يظن انه هو بياخذ اجر على هذا التبرع ولا هذه الصدقات، والبعض الثالث النوع الثالث من الناس بيظن انه لا يا عم انا مش هاخد اجر ومش هاخد وزر، لكن ده امر عادي انا حر اعمل اللي انا عاوزه. فهل الثلاث حاجات دول او الصوره اللي احنا شايفينها الواقع الذي نعيشه الان من هذه التبرعات سواء لنادي الزمالك او لغيره لا تخرج بالفعل عن هذه الثلاثة؟ لا، أنا بقول لحضرتك يا أستاذ علاء تخرج عن هذه الثلاثة. يعني بالنسبة للحالة الأولى اللي هي حالة أنه بيأخذ عليها أجر، لا أخي الحبيب ليس هناك أجر، وأنا أقولها صريحة يعني بدون تردد، ليس هناك أجر على دفع مال تبرعات لنادي الزمالك. وأنا برضو هقول لحضرتك طب لو نادي الأهلي متابعين ليه؟ ولا للنادي الاهلي ولا للنادي طيب. الشعب التونسي ولا للنادي مش عارف ايه الالماني، كل النوادي التي مرت بهذه الازمات. التبرع للنوادي ليس فيه اجر. ليس فيه اجر، دي الخطوه الاولى يا استاذ علاء. ليه ليس فيه اجر؟ لان انما الانسان بيحصل على الاجر اذا كانت نفقته هذه على شيء فيه مصلحه دنيويه او اخرويه. لنفسي في نفسي، ده رقم واحد. رقم اثنين، إذا كان في شيء مباح، إذا كان في شيء مباح أذن الشرع بدفع المال فيه دون تضييع لحق آخر، ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، إذا كانت نفقة واجبة وأمر الشرع بمصارف محددة يخرج فيها هذا المال. تعال بقى ناخد الواقع بتاعنا بتاع اللي احنا بنتكلم فيه ده استاذ علاء، ونروح على حاله التبرع لنادي من النوادي ايا كان هذا النادي. نعم. انا والله انما انا ناصح لاخواني واخواتي. طيب نعم. تعال ناخد الواقع ده او التنظير ده عفوا، ونروح بيه على الواقع الموجود. الواقع بيقول ايه؟ الواقع بيقول ان سقوط نادي او افلاس نادي من النوادي الكرويه الان لن يحدث كارثه مجتمعية لا دينية ولا أخروية يحتم على الناس الفزع من أجل التبرع ليها ووضعها في الأولويات. صح ولا أنا غلطان يا أستاذ علاء؟ نعم صحيح. يمكن حضرتك ما تجاوبنيش بصفتك مديرا للحوار، لكن لا أظن أن أحدا من الناس يقول أن في كارثة مجتمعية هتحصل. نعم. لا أظن أن أحد من الناس يقول أن في كارثة إنسانية ستحدث. اليوفنتوس في إيطاليا هبط للدرجة الثانية، وهو ما هو اليوفنتوس له جماهيرية كبيرة للغاية، ولم يحدث أي شيء في إيطاليا، هو من أكبر الأندية على المستوى العالمي وبها أبطال العالم وقتها بوفون، يعني كان العديد ديل بييرو، كان العديد من النجوم وقتها، ولم يحدث أي شيء لإيطاليا. نعم ولن يحدث ولن يحدث، يبقى إذن سقوط ولن يؤدي إلى كارثة. طيب الهدف بقى، خلينا نقول ايه، ما الهدف من هذا التبرع؟ هل النادي هذا النادي ايا كان النادي يجمع هذه التبرعات لصرفها في مصالح خدميه تنفع المجتمع كرعايه الارامل والمساكين وبناء المستشفيات ورعايه المرضى وتقدم خدمه صحيه؟ لا. طب ايه الهدف؟ الهدف هو تجديد عقود بملايين الجنيهات لبعض اللاعبين الذين يرفضون تجديد عقودهم ببعض بعشرات الملايين. يعني واحد رافض انه يتم تجديد عقده ب 20 مليون، فالنادي في ازمه ان هو مش عارف يجدد عقد هذا اللاعب ب 40 مليون، فالناس ستفزع وتعيش حاله من الحزن. يعني انا احاول ان اختار الفاظي صراحه لتوصيف هذا الشيء الذي نعيشه. نعم. رقم ثلاثه استاذ علاء، هل هذا الانسان، هل المتبرع اختار المكان المناسب لتقديم قيمه التبرع ولا لا؟ في ظل وجود فقراء ومساكين وارامل
ومرضى ومعدومين وناس جمع الله سبحانه وتعالى لهم البلاء، جمع في البلاء بين الفقر والمرض، كل هؤلاء لا يقدمون على في هذه الحالة، لم يقدموا على التبرع للنادي. إذا ما يحدث؟ كيف يبحث الإنسان فيه عن أجر؟ وكيف يبحث الإنسان فيه عن ثواب إذا كان هذا حاله؟ هنا في تضييع للأولويات.